سلام البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات عندما كما شفتوا نشارك معكم طواجين الحوت ديالي، نتمنى يعجبكم. هاد الحوت هانتوما كي داير، هي العبيره، ما فيش لا شوك لا حتى شي حاجه. نتمنى يعجبكم ويكون خفيف عليكم وما نكونش جبرت عليكم. وهذا هو نهاري، يمكن ندوز معكم هاد النهار ديالي. هنصوب لنا الطواجين ديال الحوت. هنا عندي البقوله نديرها ان شاء الله حتى هي، ونتمنى هاد النهار ديالي يعجبكم. كيما شفتو انتما درت واحد البصيله من التحت وفرشت بطاطا حتى هي. دابا غندوزو نصوب الحوت ديالنا والفليفله. انتما عندي فليفله انا مقطعه دوبرات، انتما طويجين عائلي، نتمنى يعجبكم ويكون خفيف عليكم. هذا هو الطويجين ديالنا، انتما الحتة عندنا صغيرة بيضة، انتما انتما الطويجين كيجو، نتمنى يعجبكم ويكون خفيف عليكم. وغندوزو نصاوبو الحوت ديالنا دابا لاصوص كما شفتو، نحكو مع الطاجين الأولى، غنصاوبو القرفة، نحكو لاصوص ديالنا بمطيشة، نحكا ثلاثة دمطيشات ونقطع ربعين إن شاء الله ونرجع عندكم. غندوزو نقطع هاد القزابر ديالنا شرميلة، نتوما كيما شتو، هنا راه حكيت لاصوص طماطيشة خديتها، ويجي خفيف وكيجي زوين، وراه كلشي تيعرف البنات كي تنشاركو معاكم وصافي. كنشكركم بزاف على كومونتاتكم الزوينين، الله يزين ايامكم. وكنطول ما تنحطش معاكم الفيديو البنات، على حسب تتكون لقانا بعد شي مره بعد شي مره ما تتكونش. نضرب السطون هنا، انا درت واحد جوج دريسات ديال الثومه البنات كيفما شفتو انتوما، وجوج أو تلاتة ديال حبات دمر ديال الطماطم. دابا نديرو السودانية الفلفلة الحارة شوية، ونديرو الشاونية الفلفلة الحمراء والكامون. شوية ديال زريعة القزبر البنات كيما شتو، هاهيا تاهي كتجي زوينة. ونطبي الحال شوية د الخرقوم، غير شوية ماشي بزاف، والملحة كيما شتو، شوية ديال زيت العود، هي شوية د الزيت عندي شوية مجهدة، وزيت المائدة تما، ونخلط لاصوص ديالنا مزيان. نبدا نقطعو ديالي بعد ما سلقتو هانتوما، ويجينا البنات ماشي هي تكون فيه صحتكم وراحتكم. هانتوما لاصوص ديالي نخويها من الفوق، بطبيعة الحال واحد طريف الحامض غنديرو تا هو. هانتوما Thank you.
هذا الطوجين ديالنا غنصوبو معايا، تابعوني اللي نتمنى يعجبكم، وغندوز نصوب شويه ديال البقوله معاكم، ونتمنى غديوتي تكون خفيفه عليكم، وانتم تابعوا معايا ان شاء الله. هذا الطوجين ديالي بعد ما قديته هانتوما كيما جا، نتمنى يعجبكم. دابا غنديرو فوق البوطه ان شاء الله يطيب، وتابعوني عليه. دابا كيما شفتو البنات هانتوما البقوله ديالي اللي قلتلكم نقطعها ان شاء الله، ونقطعها في الكوكوط، غنديرها في الكوكوط البنات، ماشي في الكسكاس منفورهاش، في الكوكوط كنجيب لها كاس ديال الما كتسلق غيا غيا، كتجي زوينه المزروب، لي ممزروبش ديرها في الكسكاس تبخر على خاطرها. وهذا هو الكسكاس ديالي كيما شفتو هانتوما، نصبت الغداء هو الاول البنات باش ما يمشيش عليا الحال الخدمه، عاد نجلس نفطر. الله يرحمنا ان شاء الله، ونشبع البقوله ونشبع كلشي، رحمنا برحمته. هانتوما غنديرها في الكوكوط، وغنكملها كامله هكا البنات هانتوما كيما شفتو، هاي البقرة ديالي. غنكمل دابا هاد الشويه اللي عندي هنايا، وان شاء الله نردها تسلق، نتمنىها تعجبكم وتكون خفيفه عليكم، وما نكونش كنشهيكم، أو بالصحة والراحة، وهانتوما معايا نتمنى نهار يعجبكم. دابا كيما شتو قطعت القزابر ديالي باش غنشرب لكم البقولة، هانتوما كيما شتو قطعتها مزيان طيب، غندير عليه الكمون باش الكمون باش متجيش مرة، وهادي التحميرة كتعجبني بقولة تجي معطرة البنات، وهذا الحار على حسب الذوق، السودانية هي السودانية الحارة هانتوما، على حسب كل كاين اللي كياكل الحار كاين اللي مكياكلش. تومة راني درتها معاها تسلق معاها، وهنايا درت مليحة، درت فيها مليحة غنزيدو شي شوية، وغنديرو زويتة العود، زويتة كيما شفتو العود هانتوما، وزويتة عادية ديك المائدة، دابا غنديرو هاد الشحر في لاكري ديالنا و القزازات، نمشيو نحيدو دابا على الكوكوط ديالنا راه طابت، نقص عليها البوطة البنات مع درتلها غير كوية الما راه مقعة ماشي طايبة، ونسدود عليها الكوكوط كتلقايها ناشفة ناشفة و طايبة، كتجي زوينة لي مزروب و بحال هكايا خاصو دغيا يصوبها. هادي الطريقة الزينة ديال الكوكوط تا هي بلا ما تصوروها، واللي باغي يبخرها على خاطرها عندو الوقت يديرها عاد تشلا في الكسكاس وتتبخر كطيب على خاطر وكتسميتو، كلهم كيجيو زوينين، ونتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يعجبكم،
كنتمنى تبارطاجيو ليا، وكنت نشكركم بزاف على كومونتيراتكم الزوينين اللي كتبتوني وكتزيدو ليا القدام. كل مرة واش ندير لكم، مرة مويكلا، مرة أي حاجة اللي جات على البال غنديرها لكم بطبيعة الحال تكون زوينة اللي تليق بينا وبيكم المسلمين. هادشي اللي كاين كنشاركو معاكم وصافي. وعندنا الحمد لله كسبنا عائلة جديدة من وراء التليفون، هذه هي فضل من الله. وكنشكركم داخل المغرب وخارج المغرب، وكنتمناكم تشجعوني. وهذه هي الشرميلة ديالي انتما، هي كات شحر انتما، نتمنى تعجبكم هاد الطواقة. غير غندوقوها وصافي، راه معاشيش غير جوج قبيطات. وهذه هي الشرميلة ديالنا، نتمنى تعجبكم. كما شفتو هادي هي القلة انتما، هي صفات وطوال تبارك الله. دابا غنديروها وغادي نستمروا هكايا ان شاء الله، نشربناها مزيان ونرجع عندكم بعد ما يطيب الفواجل ديالنا والقيقله ديالنا هي تشربلات. ونتمنى الفيديو اليوم يعجبكم. ها انتما الطواجن ديالي لاكي جون، عرفتي طيب، نتمنى يعجبكم. والكوكوت ديالي كما سمعتوا راه كدور تقريبا بالكولا. ايوا نتمنى يعجبكم هاد النهار ديالي، وهاد الطواجن ديالنا نتمنى يعجبكم، والبقيقله ديالنا ونتمنى لكم بارطاجيوه وشكرا لكم.